اتعلموا مني قبل ما أرحل. في عصر الحداثة لم نعد بحاجة إلى ميزان الماء أو ميزان الفقاعة التقليدي، بل نستبدل هذا الميزان بتطبيقات حديثة على الجوال. ولقد أتيت لكم بتطبيقات على الأندرويد، تستطيعون تحميل تطبيقات على نظام أبل من خلال المتجر المخصص لذلك. كل ما عليك هو البحث بجملة ميزان الماء. ولقد أتيت لكم بخمسة برامج تستطيعون اختيار ما يناسبكم، ورابط التطبيقات في أسفل الفيديو. وهذه التطبيقات تتميز بالألوان والأشكال المختلفة، فلقد اخترتها بشكل عشوائي لتسهيل نمط حياتكم. وهذا البرنامج بمميزاته أنه إذا توازن بشكل مستقيم يظهر اللون الأحمر، وإذا اختلف يعطي اللون الأخضر، وتستطيع تحديد درجة توازن خاصة به بحيث إذا مال إلى الدرجة المحدد عليها أعطى اللون الأحمر. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.